عليكم جميع متتبعي قناتنا. نجدد بكم الترحاب. اليوم وصفتنا هي اللوز مملح بحال اللي كنشريوه من عند مزرعة. المهم كناخد 500 غرام ديال 500 غرام ديال اللوز، والإنسان ياخد على حسب القدر اللي عنده، ماشي مهم ضروري 500 غرام، الإنسان على حسب القدر اللي عنده ولا حسب الجهد اللي عنده. المهم خديت أنا 500 غرام ديال اللوز، سكرت فوق الطاولة ودخلت الفران، وبقيت كل 10 دقائق كنجبدو وكنحركو باش المهم ما تنغفلش عليها وباش ما يتخرجش ليا. ودرت درجة الحرارة، درت في الفران تيطو، درت درجة الحرارة 150، نقصت درجة الحرارة. يمكن لك ديري في ديال الكاس، ولكن تحاولي تنقصي الحرارة. ملي حسيت بي غادي يبدا يتحمر، شديت واحد نص كاس ديال الماء ودرت فيه معلقة كبيرة ديال الملحة. الملحة تاهي كتبقى على حسب الذوق، كل واحد اللي بغا مالح بزاف ولا بغا عادي. المهم انا خديت درت نص كاس ديال الماء في نص فيه معلقة ديال الملحة. والمهم ما نحاولوش نخلو اللوز في الشمع، نجربو كامل الوسط باش يتحمر لنا كل تقطقط وما تفرط لنا حتى اللوزة. حطيت على اللوز وحاولت نخلط اللوز بزاف باش كل حبة ديال اللوز تبدا تشبع لنا بالملحة. خلطت المسامسين ودخلت الفران. ملي دخلت الفران بقيت مرتين في 3 دقائق، لكن كنشدو كنخلطو مزيان وكنردو. بقيت في العملية حتى حسيت بلوز تحمر ليا. كيف كنوريكم دابا في الصورة، هاد اللوزة محمرة مشقة ومحمرة. بغيتكم الطريقة هو الأسهل، الأسهل تماما بحال اللي كناخدوه من زنقة. نتمنى الفيديو يعجبكم وتبارطاجوه مع الأهل والأصدقاء ديالكم. هانتوما ها شوفوا، هو كيبان ليكم محمر، ملي كنقسموه من الداخل كنلقاو ولا ذهبي. دابا صافي منه، هذا هو الشكل النهائي ديال اللوز. هذا هو الشكل النهائي بعد ما تحمر. هذا الحمص اللي كنت وريتكم انتهى. هذا الكعك، يعني نقدروا بحاجه بسيطه نديروش حاجه كثيره. هذا الكاوكاو كنت صايبتو مع الشد حتى نديرو نوريه ليكم ساهل. شنبروك بصحتكم وراحتكم، ما تنساوش تجربوا الوصفات اللي درنا اليوم، ديروا لينا لايك تشاركوا معنا. يلا بسلامه.